ميس المغرب الذي رفض إغراءات إسبانيا وفضل قميص وطنه المغرب. إنه ميس المغرب عبد الصمد الزلزولي. هكذا كتبت الصفحة الرسمية للدوري الإسباني لا ليغا مرفوقاً بمقطع فيديو للاعب المغربي في واحدة من أروع مهاراته مع فريقه الحالي أوساسونا ضد إسبانيول برشلونة برسم الدورة العاشرة من الدوري الإسباني. وبصم الدولي المغربي على أداء مبهر واصل من خلاله التألق، ما جعل أنظار عشاق لا ليغا والصحف الإسبانية والعالمية تتجه إليه. نجم المغرب الجديد انضم إلى أوساسونا على سبيل الإعارة دون إمكانية لشراء عقده، قادماً من العملاق الإسباني برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. فمن هو ميسي المغرب؟ وماذا تعرفون عنه؟ هو عبد الصمد الزلزولي، يبلغ من العمر 21 عاما، ولد وترعرع بمدينة بني ملال المغربية في 17 من دجنبر عام 2001 قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا ليكمل تعليمه ويصقل موهبته الكروية هناك. يلعب في مركز الجناح ومهاجم، له مهارة وموهبة كروية كبيرة، كما أنه من النجوم الصاعدة التي ترهن عليها الملاعب الأوروبية. قدم الزلزولي إلى برشلونة من نادي هيركوليس عام 2021، انضم إلى أكاديمية لاميسا تابعة للاعبي برشلونة الناشئين، وتم استدعاؤه في أكثر من مناسبة إلى الفريق الأول لنادي برشلونة. شارك في مباراية هامة بالدوري الإسباني، ويعتبر أحد اللاعبين الذين تمسك بهم مدربي برشلونة السابق رونالد كومان والحالي تشافيز هرنانديز، الذي فضل إعارته لتطوير مهارته وكسب تجربة أكبر بدل بيعه. وقع عقدا مع البولوغرانا لثلاثة أعوام مع خيار التمديد لموسمين إضافيين قادما من هيركوليس مقابل مليون يورو، ويتضمن عقده مع برشلونة شرطا جزئيا ضخما قيمته 200 مليون يورو. رغم صغر سنه إلا أنه مر من عدة محطات في مسيرته كلاعب ببرشلونة منذ بدئها حتى الآن. لعب في نادي رجاء بني ملال المغربي وانتقل إلى نادي هيركوليس الإسباني، تم ترفيعه إلى الفريق الأول لهيركوليس قبل أن ينتقل إلى برشلونة موسم 2021 بعد أن رصدته عيون الكشافة العملاق الأوروبي، وانضم إلى أوساسونا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. تعرض الزلزولي لضغط كبير جدا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل رفض دعوة المنتخب المغربي للانضمام إلى صفوف أسود الأطلس، وتلقى ضمانات موعودة إسبانية باللعب للمنتخب الإسباني مستقبلا، لكنه رفض كل ذلك لأن حلمه الأول كان هو اللعب للمنتخب المغربي وتحقيق لقب برفقته. فيديو للنجم المغربي وهو يراوغ ثلاثة مدافعين من لاعبي إسبانيول على طريقة أسطورة برشلونة السابق النجم الأرجنتيني ليون ميسي الذي راوغ وصال وجال في الملاعب الإسبانية، جعل عشاق الكرة المغربية يترقبون متابعة اللاعب الزلزولي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 دجنبر المقبلين. كما يعول وليد الرجراجي كثيرا على مهارة وسرعة ميسي المغرب لمفاجأة خصوم أسود الأطلس خلال نهائيات مونديال قطر المقبل.